عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مع سابورا بوانيت. مرحبا بكم في الفيديو الثاني والجزء الثاني من سلسلة الإعداد العشرية. وكما قلت لكم في الفيديو السابق، سنرى مع بعض اليوم كيفية الجمع في الأعداد العشرية. لدينا حالات متعددة، سنكتفي بحالتين وهما جمع عددين عشريين ثم جمع عدد عشري مع عدد صحيح طبيعي. الآن بتنا نعرف الفرق بين عدد عشري والعدد الصحيح الطبيعي. قلنا العدد الصحيح الطبيعي هو سلسلة من الأرقام المتتالية لا يوجد بها علامة غريبة، أما العدد العشري فهو في الأصل عدد صحيح طبيعي ولكن يحمل فاصلة بين أرقامه. حسنا، هذا إجمالا ما سنرى اليوم مع بعض إن شاء الله. سنبدأ مع بعض مع جمع عددين عشريين. لقائل أن يقول كيف أكتب هذين العددين؟ هذه عملية عمودية، عملية أفقية. الطريقة الوحيدة لأقوم بحساب هذا المجموع هو كتابتها بشكل عمودي. قبل هذا عليك أن تقرأ بالطريقة الصحيحة. قلنا نقرأ الجزء الصحيح فاصل ثم الجزء العشري. حسنا، وقرأ كل جزء كأن الجزء الآخر لا وجود له، تقرأه ثم تغطي وتقرأ الباقي. 9.94 زائد 3.65. حسنا، كيف لي أن أجمع؟ لمتدرب متقدم في الأعداد العشرية يمكن حسابها بسرعة من نظرة الأولى، ولكن كمبتدئين في هذه العائلة لا بأس، نستعمل العملية العمودية. حسنا، نكتب أولا الجزء الصحيح ثم الفاصلة، أو فلنقل نأخذ القاعدة، نكتب فاصلة ثم نعود ونأخذ الجزء الصحيح، نكتبه هنا في هذا الاتجاه 9، ثم نعود إلى الجزء العشري نكتب 94. انظروا، 9.94. حسنا، العلامة، ثم ماذا نفعل الآن؟ الفاصلة أولا، ولكن بشرط أن تكون الفاصلة تحت الفاصلة السابقة بالضبط. ثم نأخذ الجزء الصحيح 3، ثم نأخذ الجزء العشري وهو 65. والآن بات لديك الحق في إنجاز عملية الجمع مباشرة دون قواعد. نحسب 4 + 5 = 9، 9 + 6 كم؟ 15. أحسنتم، لن أكتب كل 15 هنا، سأكتب 5 وأحتفظ بالواحد كما أفعل مع الجمع بالزيادة، الجمع بالاحتفاظ ثم نأتي إلى هنا. حسنا، قبل المرور ننزل الفاصلة ثم نأتي إلى الجزء الصحيح. 1 + 9 = 10 + 3 = 13. لماذا أكتب 13 كلها هنا؟ لأن لا وجود لعمود آخر أكتب فوقه. هل هذا واضح؟ إذن النتيجة 13.59. أعود هنا وأكتبها 13.59 ببساطة شديدة. نعيد كتابة المثال الثاني، نقرأه أولا. 54.32 زائد 19.65. ببساطة شديدة نكتب الفاصلة أولا ثم الجزء الصحيح ثم نعود إلى الجزء العشري. حسنا، في علامة زائد ثم نعود إلى الرقم الثاني، العدد الثاني، نكتب الفاصلة 19، ولكن بشرط أن تكون أن يكون كل رقم تحت الرقم السابق لنحافظ على ذاك الانتظام. ثم نكتب 65، ثم نحسب بطريقة عادية. 2 + 5 = 7، 3 + 6 = 9، ثم الفاصلة لا ننساها، لا نمر مرور الكرام عليها، ضعها أولا. 4 +
أربعة مع تسعة يساوي 13. نكتب الثلاثة ونحتفظ بالواحد، ثم واحد مع خمسة ستة، ثم مع واحد سبعة. النتيجة 73.97. نكتب 73.97. لا ضرر في شيء، فقط حافظ على طريقة كتاب على مراحل كتابة العدد العشري، وحافظ على التوازن أو الانتظام بين الأرقام والفاصلة. الفاصلة تنزل معك مباشرة قبل أن تذهب لحساب الجزء الصحيح. لا بأس. مثال آخر حتى نتبين أكثر. 213.07 زائد 54.1. حسنا، دائما الفاصلة أولا، نكتب 213، ثم نعود 0.7 علامة الزائد، ثم 54.1 الفاصلة أولا، نكتب 54 ثم 1. قبل المرور لاحظتم شيئا؟ هناك عدم انتظام في عدد الأرقام بين الأجزاء. هنا الجزء العشري يتكون من رقمين، أما هذا فرقم واحد. إذن في الفراغ أضع صفرا حتى أحقق ذاك الانتظام ولا أخطئ. ربما قد أجمع السبعة مع الواحد. لا لا لا، تذكروا ذلك جيدا. لذلك طلبت منكم أن تكتبوا الفاصلة أولا، ثم من بعدها ننطلق في كتابة الأرقام في الجزء العشري. حسنا، الآن هنا لدينا انتظام، ولكن هنا لدينا فراغ. سنضع صفرا في في الفراغات حتى نحقق الانتظام، وحتى لا نخطئ. ربما قد نجمع الخمسة مع الاثنان، وهذا غير صحيح لأن المراكز مختلفة. حسنا، الآن فقط بات لديك الحق في الجمع مباشرة. 7 + 0 = 7، 0 + 1 = 1، الفاصلة 3 + 4 = 7، 1 + 5 = 6، 2 + 0 = 2. النتيجة 267.17، 267.17. الفاصلة أولا أحبتي في الجمع، الفاصلة مهمة وترتيبها مهم، وكتابتها تحت بعضها مهم أيضا. لا يمكن أن تكون الفاصلة الأولى هنا والفاصلة الثانية في لا أعرف هنا أو هنا، لا، لازم تحافظ على الاستقامة. المثال الأخير 433.37 زائد 12.345. حسنا، سنكتبها هنا، سنسطر، نقول الفاصلة أولا 433.37، ثم نعود تلك العلامة، الفاصلة، انظروا نفس الاستقامة، 12. أكتب الاثنان هنا، ثم الواحد هنا تحت ذاك الرقم، ثم أمر إلى هذا الجزء 345. لا وجود لانتظام، كل جزء مختلف عن الذي يليه. هنا رقمين، هنا ثلاث أرقام، هنا ثلاث أرقام، هنا رقمان فقط. إذن هذا العدد لديه انتظام، هناك انتظام أيضا، ولكن هنا فراغ. سأضع صفرا هنا حتى يتحقق الاعتدال في عدد الأرقام. هنا لدي اعتدال أو انتظام، هنا تطابق أيضا، ولكن هنا فراغ. علي أن أضع صفرا حتى يصبح لدي نفس الأرقام. هذه الخطوة أحبتي مهمة جدا حتى لا تخطئ أو تجمع الأرقام بالخلاف. أحبتي لا تنسوها، قد كتبتها برقم بلون مغاير حتى تتبين أنها خطوة مهمة. الآن سنستكمل الحساب ببساطة، بطريقة بسيطة. 0 + 5 = 5، 7 + 4 ما هذا؟
7 زائد 4 11، أكتب الواحد ثم أحتفظ بالواحد، و 3 زائد 3 6 مع 1 7. الفاصلة، لا نمر إلى هذا الجزء قبل كتابة الفاصلة، لا تعود إليها بعد ذلك، لا اكتبوها أولا ثم مروا حتى لا تنسوها أو حتى لا تخطئوا وضعها، ربما قد تضعونها هنا ربما قد تضعونها هنا، ضعوها مباشرة تحت الفاصلات الأخرى. 3 زائد 2 هنا 5، 3 زائد 1 4، و 4 زائد 0 4. النتيجة 445.715، 445.715. أرأيتم؟ حتى في كتابة العدد العشري نكتب العدد الصحيح، الجزء الصحيح أولا ثم نعود إلى نكتب الجزء الصحيح ثم الفاصلة ثم العدد العشر، عفوا الجزء العشري. نعم، هكذا نجمع عددين عشريين. أما إذا تعرضت إلى حالة أنك ستجمع بين عدد عشري وآخر صحيح لا يحمل الفاصلة، حسنا كيف لي أن أكتب هذا؟ هناك اختلاف، هذا فيه فاصلة وهذا لا، كيف أكتبهما بانتظام؟ حسنا، تتذكرون تلك الملاحظة في الفيديو الأول لما قلت أن العدد العشري هو عدد صحيح طبيعي يحمل فاصلة، وقلت لكم أن العكس صحيح، أن العدد الصحيح يمكن اعتباره عددا عشريا، تذكرتم هذا؟ نعم أحسنتم، أنتم مركزون، ولكن هناك شرط، يمكن اعتبار العدد الصحيح عددا عشريا بشرط أن يكون فاصل صفر. لا وجود لعدد آخر غير الصفر بعد الفاصلة، يعني يمكن أن نكتبه بطريقة أخرى، سأكتب فلنبحث عن لون آخر، تصبح هذا عدد عشري لا بأس، لن نغير فيه شيئا، 86 مع هذا العدد سنغيره إلى هذا صحيح، نعم لا وجود لفاصل فيه، صحيح طبيعي أقصد وليس صحيح أو خطأ، إذن هذا العدد سنغيره إلى عدد عشري يصبح 42.0. لا تنسوا هذا أحبتي، الحالة الوحيدة التي يتحول فيها العدد الصحيح إلى عدد عشري هو أن تضيف إليه فاصلة ثم صفر فقط، لا تضيف إليه أي رقم آخر، إذا أضفت هنا واحد يصبح هذا عدد عشري ويخرج من عائلة الأعداد الصحيحة الطبيعية ببساطة شديدة. انظروا، لدي هنا عدد عشري وهنا عدد عشري، سأكتبه بنفس الطريقة، نكتب الفاصلة أولا ثم الجزء الصحيح ثم نعود إلى الجزء العشري ثم العلامة ثم نعود إلى هنا الفاصلة مرة أخرى ثم نعود إلى الجزء الصحيح، نكتب 2 بشرط أن يكون على الانتظام، ثم 40، ثم ذاك الصفر أحبتي لا تحتقروا إنه رقم قائم بذاته، ثم أجمع ببساطة شديدة. فقط تذكروا هذه الخطوة، إذا تعرضتم إلى عدد صحيح طبيعي ستجمعونه مع عدد عدد صحيح طبيعي ستجمعونه مع عدد عشري. الآن نأتي إلى المرحلة المهمة وهي الانتظام، هنا لدينا انتظام ولكن هنا لدينا فراغ، سأضع صفرا ثم انتظام فراغ، سأضع صفرا حتى أحافظ على التوازن في عدد الأرقام بين الأجزاء. ثم الآن ببساطة شديدة أجمع 6 زائد 0 6، 8 زائد 0 8، الفاصلة تنزل مباشرة، 3 زائد 2 5، 0 زائد 4 4. تدا، العدد الجملي هو 45.86 ببساطة شديدة. إلى هذا
سنكتبه أيضا بالطريقة نفسها. لدينا عدد عشري مع عدد صحيح. قلنا العدد الصحيح يمكن أن نكتبه في صيغة عدد عشري بشرط أن يكون فاصل صفر. شرط وحيد وهام: إذا وضعت رقما آخر غير الصفر فهذا الرقم يخرج من عائلة الصحيح الطبيعي. تذكروا هذا دائما. حسنا، سنكتبه بالطريقة نفسها. هذا عدد عشري أصلي لن نغير فيه شيئا، سنكتبه كما هو. أما هذا فسنغيره إلى عدد عشري. كيف ذلك؟ نكتب هذا الجزء هنا 102، ثم نضيف فاصلة، ثم نضيف صفر. هل هذا واضح؟ ثم نبحث عن النتيجة. هيا نكتبه هنا بطريقة عمودية. أولا الفاصلة 83.21 زائد 102. الفاصلة أولا، ثم نكتب 102 بشرط أن يكون هناك انتظام. نكتب هنا الاثنان، هنا الصفر، وهنا الواحد، ثم نعود إلى صفر. هكذا دواليك. قبل المرور إلى الحساب عليك أن تحقق الانتظام. هنا لا وجود الانتظام، سأضع صفرا. هنا متحقق الانتظام، تحقق الانتظام، تحقق الانتظام. أما هنا فلا، سأضع صفرا هنا. انظروا، خمسة أرقام، خمسة أرقام. الآن أحدثنا ذاك التوازن، سأنتقل إلى الحساب المباشر. 1 + 0 = 1، 2 + 0 = 2، الفاصلة، 3 + 2 = 5، 8 + 0 = 8، 0 + 1 = 1. النتيجة 185.21، 185.21. تدا، ببساطة شديدة. المثال الموالي، حسنا نكتبه بنفس الطريقة، إنها قاعدة. لدينا هنا عدد عشري وهنا عدد صحيح. 362.47 زائد 395. هذا عدد عشري أصلي لن نغير فيه شيئا، سنكتبه كما هو. زائد، أما هذا علينا أن نغيره إلى هذه الصيغة. سنكتب هذه القيمة أولا، ما تملكه أصلا من أرقام. نكتب 95، نضيف فاصلة، ثم صفر، ثم نحسب. نكتبها بالطريقة العمودية. فاصل أولا 362.47 زائد، نكتب الفاصلة أولا ثم البقية، 395.0. التوازن لا غنى لكم عنه حتى يساعدكم في الحساب بالطريقة الصحيحة. ها هنا يوجد فراغ، سأملأه بالأصفار. هنا تحقق التوازن، تحقق أيضا هنا، أيضا هنا، أيضا. حسنا، سأنطلق إلى الحساب المباشر. 7 + 0، 7، 4 + 0، 4، ثم ننزل الفاصلة. قلنا الفاصلة تنزل مباشرة دون أي عناء. 2 + 5 = 7، و 6 + 9 = 15. نكتب الخمسة ثم نحتفظ بالواحد. لن يتغير شيء في طريقة الجمع، فقط المراحل التي نمرها بها قبل الجمع. حسنا، لدينا 3 + 3 = 6، وواحد يساوي 7. النتيجة 757.47. تدا، حسنا حسنا، عفوا عفوا، النتيجة تكتب هنا، لقد كتبتها في المكان الخاطئ. يبقى لدي النتيجة أو العملية الأخيرة. مثال، هذا مثال أخير. حسنا، ما رأيكم أن ننجزها ذهنيا؟ لا بأس. أول شيء ننظر إليه، هذا عدد عشري وهذا عدد صحيح. حسنا، فلننزع هذه اليساوي حتى لا يختلط عليكم الأمر. هذه تتبع ذاك، سنحسبها تحتها. قلنا هذا عدد عشري وهذا عدد صحيح، هذه أول خطوة. ثم فيما بعد
ماذا نفعل؟ ننظر، هناك فاصلة، ثلاثة أرقام قبل الفاصلة وثلاثة أرقام بعد الفاصلة. حسنا، هذا الجزء الصحيح. إذن هذا هو الجزء الصحيح، نضع فاصلة بعدها. ثم هنا ثلاثة أرقام، سنضع ثلاثة أصفار متتالية حتى نحقق التوازن. الآن فقط نقوم بطريقة الحساب ذهنيا، الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات وهكذا. سبعة مع صفر، سبعة، صفر مع صفر، صفر، صفر مع صفر، صفر، فاصلة وهنا فاصلة، نضع الفاصلة، ثم واحد مع صفر. ننتقل الآن إلى الجزء الصحيح، واحد، أربعة مع واحد، خمسة، واثنان مع اثنان، أربعة. أرأيتم؟ يبدو أن إنجازها بالطريقة الذهنية أسهل بكثير ويختصر لنا الجهد وجهد الكتابة والوقت أيضا. ببساطة شديدة، لا تعقدوا الأمور، ابحثوا عن إذا تعرضتم طبعا إلى هذه الحالة، حالة جمعكم بين عدد صحيح وعدد طبيعي، اعلموا أن العدد الصحيح يمكن أن نكتبه في صيغة عدد عشرين بشرط أن يكون ما بعد الفاصلة صفر فقط، صفر أو صفرين أو ثلاثة، لا بأس، المهم أن يكون جميعها أصفار. حسنا، ثم وازن بين عدد الأرقام في الجزء العشري وعدد الأرقام في الجزء الطبيعي. عندما تحسب، احسب الجزء العشري، أرقام الجزء العشري أولا، ثم الفاصلة تنزل مباشرة، ثم أكمل حساب أو جمع الجزء الصحيح وهكذا. وبنفس الطريقة تتحصل على المجموع بالطريقة الصحيحة أو بشكل صحيح. إلى هنا أحبتي نأتي إلى نهاية هذا الفيديو أو هذا الدرس، ورأينا فيه الجمع في الأعداد العشرية. بعد قليل سنعود، أو فنقول قريبا سنعود في فيديو جديد ونرى كيفية الطرح في الأعداد العشرية. إلى اللقاء.